دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق. دكتور جابر برحب بحضرتك. اهلا كابتن شادي، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم، وسعيد بمكالمة حضرتك، بس ربنا عاوز يخليك. اعرف، حضرتك كنت موجود امبارح، شفت العملية الانتخابية ماشية ازاي؟ شفت اعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي هو والمنظر الاكثر من رائع؟ اتفضل يا دكتور. والله طبعا يعني انا نزلت مخصوص من السفر. الو، اتفضل يا دكتور. نزلت مخصوص من السفر علشان احضر الجمعية العمومية زي الكثيرين من الالاف اللي حضروا النهارده، على اساس يعني يعلنوا ارادتهم، اراده النادي الاهلي واراده اعضائه. بيعتبر النادي الاهلي في الحقيقه من اكبر الانديه في مصر والعالم العربي كله. اكتمال الجمعيه العموميه بهذا الشكل الحضاري والجميل وحرص الاعضاء على الحضور الى النادي ل الاستخدام مقنع قانونيا في الاختيار بين لائحتين، اللائحه الخاصه بالنادي واللائحه الاسترشاديه. انا بعتقد ان ده كان محفل ديمقراطي كبير جدا، عبر فيه اعضاء الجمعيه العموميه عن ارائهم بكل حريه وبنظام بديع جدا. كانت الجمعيه العموميه تحت الاشراف القضائي، وكان في الحقيقه النظام رائع جدا وميسر رغم صعوبه الجو والحر والزحام. بنهنئ النادي الاهلي في الحقيقه على هذا العرس الديمقراطي، وبنتمنى دايما للنادي الاهلي ان يكون دائما نادي المبادئ والقيم والاخلاق. والنادي الاهلي مش في الحقيقه يا كابتن شادي، النادي الاهلي ليس مجرد نادي، يعني ليس مجرد نادي، ده جزء من حضارة هذا الوطن وجزء من تفاعلاته، وهو يعني يرسم البهجة والسعادة. هو أحد صانعي البهجة والسعادة بين المصريين وبين العرب، وهو نادي مرموق. ولذلك الجمعية العمومية التي حدثت بالأمس كانت على مستوى الحدث، كانت في الحقيقة إعلان لإرادة الأعضاء بكل حرية، ويجب احترام هذه الإرادة والاحتفاء بها، لأن ده بيصب في النهاية في مصلحة الرياضة في مصر ومصلحة الأندية ومصلحة الأعضاء الجمعية العمومية. دكتور جابر، عايز أعرف من حضرتك، حضرتك قلت لي انا كنت مسافر وجيت عشان احضر الجمعيه العموميه، شفت اللي قبل العمليه الانتخابيه والدعوه على يومين من النادي الاهلي عشان الاهلي يكتب دستوره زي ما اتفقنا؟ في ناس كتير التاثير على او الدعوه للاعضاء الجمعيه العموميه اللي هم ما يذهبوش، ايه رايك في الكلام اللي كان بيحصل ده؟ شوف، النهارده الجمعيه العموميه التي انعقدت بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه للنوادي الاخرى، بالنسبه للنوادي الاخرى في مصر كلها، ده في الحقيقه بحقيقته استخدام لمكنة ولرخصه حددها القانون في اختيار اعضاء الجمعيه العموميه بين لائحتين، اللائحه الاسترشاديه او اللائحه التي يضعها النادي. تمام. وفي الحقيقه اعضاء الجمعيه العموميه اختاروا باغلبيه يعني كبيره جدا تصل الى 96% الانحياز الى لائحه النادي. انا بتفهم كراجل في الحقيقه يعني رجل قانون، بتفهم ان يكون هناك التعبير عن الآراء المختلفة واحترام حرية الرأي. فمن كان ال 4% اللي هم رأوا رفض لائحة النادي واختيار اللائحة الاسترشادية، أو حتى الذين أبطلوا أصواتهم، ده أيضا يجب احترامه طبعاً. لأنه مشاركة إيجابية، ويجب دائما ان يتسع المجال للراي والراي الاخر، ده مهم جدا، ويجب على الجميع ان يستمع. وانا عايز اقول لك ان مفيش مجلس اداره في الدنيا كلها
يمكن أن يبنى عليه الناس. صح. ووجود الرأي الآخر يجب ألا نغضب منه، ويجب ألا في الحقيقة نقلق منه، ولكن لأنه بيكمل جزء أساسي من الصورة. ولذلك الجمعية العمومية سواء من وافق على اللائحة الخاصة بالنادي أو اللائحة الاسترشادية يبقى في النهاية ضرورة احترام الخيار الديمقراطي للجمعية العمومية لأعضاء النادي الأهلي، وده بعتقد أنه من أكبر الجمعيات العمومية الموجودة في الأندية المصرية إذا أضيف إليه الشقيقاء أو أشقاء النادي الأهلي زي نادي الزمالك ونادي الصيف ونادي الجزيرة. كل هذه الأندية النهاردة بتعيش حالة من الديمقراطية وحالة من الاختيار بين اللائحة الاسترشادية وبين لائحة النادي. زي ما بنقول هذه مقنعة قانونية بناء عليها اختار الأعضاء اللائحة لائحة النادي نقطة، ومن أول السطر كل يعمل وفقا لهذه اللائحة لصالح مصلحة النادي الأهلي. وزي ما بنقول دايما القول المأثور ان الاهلي فوق الجميع باعتباره نادي من النوادي التي تؤصل للقيم والمبادئ. قد يتفق او يختلف اعضاء النادي الاهلي، ولكن يبقى في النهايه ان الجميع له التقدير والاحترام في اطار البيت الكبير. دكتور انا شرفت بمكالمه حضرتك جدا، وحضرتك من الشخصيات المحترمه، والموقف الاكثر من رائع اللي حضرتك اتكلمت فيه من شويه، اللي انت تبقى مسافر وتيجي عشان خاطر النادي الاهلي وتقف مع النادي الاهلي وتبدي براي حضرتك سواء بلا او نعم، دي حاجه مشرفه جدا في ظل عصر عايزين فيه نسبه المشاركه تبقى اكتر والديمقراطيه تبقى موجوده زي ما حضرتك اتكلمت عنها. انا بشكرك يا دكتور جابر، شكرا جزيلا يا دكتور. ده الدكتور جابر نصار.